لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في ملتقى الدارين وأكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. في هذه المحاضرة إن شاء الله وفي هذا الدرس سنتكلم عن جمالية الصورة. نأخذ أولا جماليات الزهور. من المعلوم أن الزهور تأخذ شكلا هندسيا دائريا. الشكل الدائري، نستطيع بالشكل الدائري أن نتفنن في تكوين الصورة بالشكل الدائري الهندسي على وجه الخصوص، فنستطيع أن نظهر الزهرة في الوسط، ونستطيع أن نظهر الزهرة في الجانب الأيسر وفي الجانب الأيمن، ويمكن إظهار الزهرة في العلو أو في الأسفل. كما ترون الزهرة التي أمامي أظهرنا وسط الزهرة ثم وسطناها في الكادر، جعلنا الزهرة في وسط الكادر أو وسط المشهد، فتشكلت بشكل جميل. إذن الأشكال الدائرية يجوز فيها التوسط، واحتمالية أن تكون واجبة التوسط هو في كون المشهد مربع. إذا كان المشهد مربعا ضرورة التوسط تستدعي أكثر. لماذا؟ لأن المجال المربع هو مجال ضيق ويحبس النص بشكل أكبر. على سبيل المثال، لو أخذنا الشكل المربع ثم بعد ذلك وجهناه جهة الصورة، لوجدنا أن الشكل المربع هو أنفع الأمور لتوسط الزهرة. الشكل المربع هو أنفع الأمور لتوسط الزهرة. لماذا؟ لضيق مساحة المربع من جهة اليمين وجهة اليسار، فهذه تستدعي أن تكون الزهرة في المتوسط أو في الوسط. لاحظوا معي أن الزهرة هي الزهرة، لكن جاءت هنا بشكل آخر، واستطعنا أن نقتص من الزهرة الوسطية أو المنتصف. الاستقطاع كان هنا على جهة منتصف الزهرة. إذن يجوز في الأشكال الهندسية أن نستقطعها من الوسط كما في هذا الشكل. والذي يهمنا أيضا أن الاقتطاع من المنتصف يكون جميلا، فشرط الجمال شيء في غاية الأهمية. شرط الجمال شيء في غاية الأهمية. لاحظوا معي هنا أن الشكل الذي تم استقطاعه مثل نصف الزهرة تماما. ينبغي أيضا ملاحظة أنه عند أخذ منتصف الزهرة أن يكون هذا الشكل الذي نأخذه هو لب الجمال في الزهرة، فيكون الشكل جميلا. وإذا لم يكن الشكل جميلا يمكن استقطاع جزء آخر من الجمال ثم تضمينه في الصورة، ولا يستلزم أن يكون في المنتصف. لا، أحيانا الجمال يكون غلابا في الصورة فتكون الغلبة له، فقد يكون في الوسط، وقد يكون في أحد الجانبين، وقد يكون في الجانب العلوي أو
السفلي كما سيظهر لنا بعد قليل. لاحظوا معي هنا أن الزهرة نفسها توسطت الكادر، والكادر هنا كما تلاحظون، الكادر هنا كما تلاحظون كادر مربع. إذن هنا الكادر المربع يستدعي التوسيط، الكادر المربع يستدعي التوسيط. لماذا؟ لأن الجوانب ضيقة، ومن الصعب أن نضع الزهرة في الثلث الأيمن أو الأيسر. هذا من الأمور المهمة والتي ينبغي عند التوسيط ملاحظتها وإدراكها. لاحظوا معي أيضا هنا في هذه الزهرة أنها أيضا توسطت الصورة. لماذا توسطت الصورة؟ السبب في ذلك هو أن الكادر مربع، الكادر مربع، مربع الشكل. فمن الصعب أن أوجه الزهرة في الثلث الأيسر أو الأيمن. هنا دافع التوسيط يكون آكد وأكثر إلحاحا وضرورة. لماذا؟ لأن المحيط أو المربع أو الفريم ضيق، فهنا يستدعي التوسيط. لاحظوا معي هنا تغير الكادر، تغير هنا والشاشة تغيرت، فأصبحت من مربعة، تحولت من مربعة إلى مستطيلة كما تلاحظون هنا. هذا الفريم الذي أمامي أصبح مستطيلا وليس مربعا، أصبح بانورامي أفقي. فهنا يجوز أن نضع الصورة أو الموضوع المراد تصويره في أحد الأثلاث، هذا يشكل الثلث الأيسر وهذا يشكل الثلث الأيمن. هذه من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الكادر الأفقي أو البانورامي أو الذي يمكن تسميته شاشة 16 إلى 9 أو 9 إلى 16. يكون الكادر عريض أكثر وليس مربعا 3 إلى 4 كما في الشاشات القديمة. فهذه من الأمور التي ينبغي الانتباه لها. إذن في الكادر المستطيل الأفقي يحسن بي التوسع في الصورة، فأجعلها في أحد الأثلاث، إما أجعلها في الثلث الأيسر أو أجعلها هنا في الثلث الأيمن. المساحة واسعة ولا مانع من تفعيلها في أحد الأثلاث، وأيضا لا مانع من التوسيط، وإن كان التوسيط في الأشكال البانورامية، وإن كان التوسيط فيها توسيط لا يحمل نفس الجمالية في التثليث. إذن يمكن أن نقعد قاعدة أو نشكل نظرية مفادها أن الزهور يمكن تثليثها ووضعها في الثلث الأيمن أو الأيسر إذا كان الكادر عريضا أو مستطيلا، وإذا كان مربعا فالتوسيط هو المستحسن. لاحظوا معي هنا في الزهرة التي أمامي، أنا هنا وسطتها، ما السبب في توسيطها؟ هو ضيق الكادر، ضيق المشهد أو الفريم أو الإطار، الإطار ضيق، فأنسب الأمور هنا التوسيط، أنسب الأمور هنا التوسيط لضيق المشهد. فالمصور، حين يصور المفروض أن يجعل مساحة كبيرة
جهة اليمين وجهة اليسار وفي الأعلى وفي الأسفل، حتى يستطيع بعد ذلك أن يقتطع، الصورة، فيقتطعها على شكل مربع أو على شكل مستطيل أو ممكن على شكل طولي. إذا كان مئذنة، إذا كان مبنى مرتفع، ممكن يقتطع الشكل على شكل طولي. فهنا حين جرى الاقتطاع بالشكل المربع جاءت الزهرة في المنتصف، لأن هذا هو المناسب أكثر للزهور. لاحظوا معي هنا أن الزهرة نفسها، الزهرة نفسها هنا قد حلت، الزهرة نفسها قد حلت جهة اليسار، قد حلت جهة اليسار في الثلث الأيسر، ويقابله الثلث الأيمن. لاحظوا معي هنا لماذا، وضعنا الزهرة في الثلث الأيسر؟ لأن المساحة كبيرة، والفريم عندي هنا أو الإطار، عندي ما شاء الله إطار أفقي واسع مستطيل، يمكن أن يمثل شاشة 9:16 أو 16:9. إذن نلاحظ هنا أن المستطيل الأفقي اللي هو الوايد إنجل، هذا يسمح للزهرة بأن تأخذ أحد الأثلاث ويكون هناك متنفس في الثلث الثالث. إذن الزهرة هنا كم أخذت مربع؟ لو نأتي هنا، ونصور العملية بشكل أكبر وأجمل، سأجد أن الزهرة أخذت 6 أقسام من 9، 6 أقسام من 9. إذن القسم، الثالث هذا متنفس. إذن يجوز، في التثليث، في عملية التثليث، أن يأخذ الموضوع، ثلثان ويترك الثلث الأخير للمتنفس. هذا الثلث الأخير هذا متنفس، والموضوع يأخذ ثلثين. إذن عندي كم ثلث؟ عندي 1، 2، 3 أثلاث. الثلث الثاني والثالث هذا حلت فيه الزهرة، وهذا هو الذي يجوز أن يكون هنا وهنا، أن يحتل هذه المنطقة، القسم الثاني والثالث. المنطقة التي على اليمين يجوز أن تكون متنفس، وكذلك العكس، يعني لو مثلا كانت الزهرة في الجهة اليمنى، لأخذت القسمين أو الثلث الأول والثاني وأصبح المتنفس هنا. أيضا من الأمثلة كما ترون هنا الإطار، عندي الإطار مربع أو مستطيل؟ الإطار مستطيل. إذن الإطار المستطيل يسمح بوجود أكثر من عنصر. لاحظوا عندي هنا الشمس والإضاءة، وعندي هنا عنصران على الجهة اليمنى، ففي متنفس، يعني في فراغ. من المهم جدا أن تفهموا أن المستطيل فيه متنفس كبير يحتوي عناصر، ونستطيع توزيعها بشكل أريحي. وفي المستطيل تستطيع العين أن تتجول براحة وأن تمعن هنا وهناك، ما في أي مشكلة. لاحظوا هنا أنه تقريبا أخذنا تقريبا الثلث الأيمن والثلث الآخر أخذوا
العناصر أو الموضوع الرئيسي في الصورة. الموضوع الثالث أو المتنفس الثالث كما تلاحظون، المتنفس الثالث متنفس ماذا؟ فارغ. لكن هنا الثلث الأول والثلث الثاني كان من صالح من؟ كان من صالح العناصر الأساسية أو الرئيسية والتي تتمثل في الزهرتين. إذن نلاحظ أن الصورة جميلة، الموضوع الأساسي حل أين؟ حل في الثلث، حل في الثلث الأول والثاني، لكن أين نقاط القوة بالنسبة له؟ أين نقاط القوة؟ هذه نقاط القوة. نقاط القوة هي نقاط تلاقي الخط الأفقي مع المائل، هذه نقاط القوة في الصورة. هذه النقطة مفعلة، نقطة القوة التي في الأسفل هي المفعلة، هذه غير مفعلة، وهذه غير مفعلة، وهذه غير مفعلة. إذن هذه غير مفعلة، لماذا؟ لأن ليس فيها عنصر أساسي، وهذه كذلك غير مفعلة، وهذه غير مفعلة. العنصر المفعل هو هذا، لأن وراءه يختبئ العنصر الأساسي. لاحظوا معي هنا الصورة نفسها، نفس الصورة لكن تم تكبيرها حتى غطت أجزاء الصورة تقريبا كاملة. أيضا الشكل جميل، لماذا؟ لأن كل عنصر هنا حل في ثلث، وهنا ليس توسيط، ليس توسيط هنا، هنا توسيط العنصرين، لكن لا أستطيع لا أستطيع في التحليل أن أجعل الموضوع موضوع توسيط، لا، هنا تماثل، والتماثل يستدعي أن تكون الزهرة في الثلث الأيمن وأن تكون الزهرة الأخرى في الثلث الأيسر، ففيه نوع من التثليث والتمثيل كما تلاحظون. المنطقة القوية هي هذا، هذه منطقة قوة، وهذه أيضا منطقة قوة. إذن هاتان المنطقتان منطقة قوة، هذه منطقة قوة تتمثل في الثلث الأيمن، وهذه منطقة قوة أيضا تتمثل في الثلث الأيسر، تتمثل في الثلث الأيسر. إذن هذه الصورة هي نفس الصورة السابقة، لكن هنا تم تكبيرها حتى حلت في الثلث الأيمن واحدة منها، والأخرى حلت في الثلث الأيسر، فأصبح عندي تماثل. التماثل يستدعي أن نجعل الزهرة الأولى في الثلث الأيمن والزهرة الثانية في الثلث الأيسر، وألا نحشرها في الوسط. من الخطأ أن أحشر الزهرتين في الوسط. طيب لاحظوا معي هنا في المثال، هنا نجد أن هناك متنفس جهة اليسار أكبر من المتنفس جهة اليمين، هذا متنفس صغير وهنا متنفس كبير، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو انحراف الزهرة قليلا جهة اليسار، انحراف الزهرة قليلا جهة اليسار، الانحراف البسيط للزهرة جهة اليسار هو الذي كون لنا متنفس جهة اليسار. والسبب في ذلك أن هذا الانحراف يشبه انحراف الوجه أو انحراف العين، وهذا يستدعي أن يكون هناك متنفس بصري. إذن انحراف الزهرة يشبه انحراف الوجه، ولو كان العكس
ولو كان العكس، يعني لو كانت الزهرة في الجانب الأيسر ومنحرفة قليلا جهة اليمين، لكان المتنفس هنا أكبر. لاحظوا معي هنا أن الزهرة تشكلت على نصف دائرة، واستطعنا استقطاع الزهرة على شكل نصف دائرة ووجهناها جهة الأعلى. إذن الزهرة هنا جاءت من الأعلى بهذا الشكل، وكأنها تشبه الشمس في ضوئها، وكأنها تشبه الشمس في ضوئها، إذ إن لونها يشبه لون الشمس، لونها يشبه لون الشمس، وهذا هو أفضل خيار لها. ولو كان العكس، يعني لو أخذنا العكس، لكان الجمال هنا أقل، لكان الجمال هنا أقل. لماذا؟ لأن العادة جرت أن الشمس تمدنا بالنور من الأعلى للأسفل وليس من الأسفل للأعلى. الشمس حين تبعث النور لا تبعثه من الأسفل للأعلى، وإنما يكون من الأعلى إلى الأسفل. فهذه الصورة أجمل في الدلالة على هذا الأمر من الثانية، هذه أجمل في التصور. لاحظوا معي هنا حركة الزهور هنا مالت قليلا جهة اليسار، حركة الزهور هنا مالت قليلا جهة اليسار، مالت قليلا جهة إيش؟ مالت قليلا جهة اليسار، كما هو ملاحظ من خلال الأغصان. ملاحظين الأغصان؟ الأغصان مائلة، الأغصان مائلة كما هو ملاحظ. هذا الميلان استدعى أن يكون المتنفس أين؟ في اليسار، لأن ميلان الغصن معناه أن النمو وأن الاتجاه سيجري على هذا المتنفس. إذن حركة الأغصان تدل على وجود المتنفس. فإذا تحركت الأغصان جهة اليسار وضعنا المتنفس جهة اليسار، وإذا تحركت الأزهار جهة اليمين وضعنا المتنفس جهة اليمين. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن هناك أيضا متنفس آخر. أين المتنفس الآخر؟ إنه في الأعلى. أيضا هناك متنفس واضح في الأعلى، وهذا المتنفس في الأعلى قريب من المتنفس في جهة اليسار. لكن ما دلالة المتنفس الأعلى؟ نحن فهمنا أن المتنفس الأيسر للدلالة على حركة الزهور جهة اليسار. طيب ما الدلالة على المتنفس الأعلى؟ ما الدلالة عليه؟ أيضا الورد أو الزهور تتجه للأعلى في النمو. إذن هناك اتجاهان لنمو الزهرة، يكون بهذا الشكل، فيتجه يسارا ويتجه علوا، يتجه يسارا ويتجه علوا، وهذا هو السبب في وجود هذه المتنفسات. طيب لاحظوا معي هنا حركة الغصن جاءت من اليمين لليسار، حركة الغصن جاءت من اليمين لليسار، وهنا أيضا معنا حركة الغصن جاءت عكس بعض. أي الصورتين أفضل؟
هل هذه أفضل أو هذه أفضل؟ هذه أفضل، هذه أفضل. لماذا؟ لأن هناك اعتبارات دلالية للصورة. الاعتبارات الدلالية للصورة من الأمور المهمة، فهذه نحن نفضلها لاعتبارات دلالية، لعل من أبرزها أن الاتجاه هنا اتجاه من اليمين إلى اليسار، وهذا يشبه هذه الحركة، حركة الغصن تشبه حركة الذراع، حركة الذراع. وهذا الشكل الدائري هنا، الشكل الدائري هذا يشبه فنجان القهوة على سبيل المثال، أو القدح أو الحساء الذي يقدم للتناول، فتكون هنا الدلالة أكبر. لماذا؟ لأن العرب والناس اعتادوا أن يقدم لهم الطعام أو الشراب من جهة اليمين، من جهة الميمنة. إذن هنا فيه دلالة على الكرم عن طريق الغصن الذي يشبه الذراع، وعن طريق الزهرة التي تشبه الإناء. لكن في الصورة الثانية الدلالة ضعيفة، الدلالة ضعيفة والتصور ضعيف. ولو شبهنا هذا بالذراع اليسرى، فإن الذراع اليسرى في الكرم غير الذراع اليمنى، الكرم هنا ضعيف، فهذه ضعيفة، الصورة هنا تكون أضعف من الأولى. لاحظوا معي هنا أن أول ما امتدت له العين، أول ما امتدت له العين الزهور. إذن الزهور هنا، الزهور، الزهور في المثال هو الذي أخذ الثلث الأيمن. ملاحظين معي؟ إذن أول ما وقعت عليه العين الزهور، ثم بعد ذلك رؤية الطائر. إذن العين تمتد من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل، هذا الماسح الضوئي للبصر، هذا هو الماسح الضوئي بهذا الشكل. إذن نبدأ بالغصن، ثم الزهور، ثم المنقار، ثم الرأس، ثم بقية الطائر. طيب نحن حين نبدأ من هنا، الغصن جميل، الزهور جميلة، الطائر جميل، الخاتمة جميلة، ما في أي مشكلة. لكن لو كان العكس، لو كان العكس وكانت الصورة بهذا الشكل، فأي الصورتين أجمل؟ الصورة هذه، الصورة هنا غير جميلة، الصورة هنا غير جميلة. لماذا؟ لأن النظر حين يبدأ هنا راح يتكسر، سيتكسر النظر هنا في المناطق الحادة، سينزعج النظر كثيرا بسبب المناطق الحادة. هذه منطقة حادة، المناطق الحادة أمر مزعج، وهنا منطقة حادة أخرى. هذه المناطق الحادة هنا ستزعج البصر كثيرا من أول نظرة، ولذلك لا ينبغي في الانطباع الأول الإزعاج. الصورة تعكس طبائع، الصورة تعكس على النفس طبائعها، فإذا كانت الصورة حادة عكست طابع الحدة على الشخص، وإذا كانت الصورة سلسة ميسورة أيضا عكست على النفس السلاسة واليسر. لاحظوا معي هنا الصورة هنا أجمل. لماذا؟ لأن الحدة هنا تأخرت ولم يعد لها أي قيمة. لماذا؟ لأنني أتحرك هكذا، حتى الحدة هنا لا تؤذيني، الحدة هنا لا تؤذيني، الحدة هنا لا تؤذيني، لأن الماسح البصري سيأتي بهذا الشكل، فما في أي مشكلة.
نشوف الآن جماليات الصورة، كيف أنظر إلى الصورة وأفهم أن هذه الصورة جميلة. لاحظوا معي هنا في الصورة صورة لجزء من رأس الزرافة. ما رأيكم في رأس الزرافة؟ طبعا العضو هنا غير مكتمل، لابد أن يكون العضو مكتملا. هذه الصورة خطأ، العضو مقصوص وهذا خطأ، لابد أن يكون عضو الشيء مكتملا. طيب نشوف الصورة الثانية، هذه أجمل، هذه أجمل. لماذا؟ لأن الرقبة مكتملة، العضو كامل موجود. إذا لا يجوز اقتصاص جزء مهم من الموضوع أو الكادر، لا يجوز، لا، أظهر الرقبة بالذات إذا كانت الرقبة تدل على البروز، تدل على الشيء، تدل على ما هو هذا الشيء. إذن جمال الزرافة، أيضا جمال الزرافة يكون في الرقبة، فكيف أقتص من شيء جميل؟ أيضا هنا كما تلاحظون الصورة هنا فيها قلق، فيها نوع من التوتر، الناظر إليها حين تسأله ما رأيك في الصورة يقول يا أخي متضايق. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الذي أصاب اللبوة هذه، ما الذي أصابها، هل أحد جرها بذيلها، أم هي تتثاءب، أم هي تصرخ. إذن المشهد غير مكتمل، المشهد هنا ناقص غير مكتمل. إذن لابد من أن أحضر بقية تفاصيل المشهد أو الأجزاء المتبقية للدلالة على الصوت. من المعلوم أن الأصوات تمتد إلى البطن، نحن هنا اقتصصنا الرقبة، أين البقية؟ بل أن الرقبة غير كاملة، فهذا الاقتصاص لا يجوز. تعالوا نشوف الاقتصاص الصحيح، هنا صح، هنا اقتصاص موفق. لماذا؟ لأنه أظهر لنا اللبوة بأنها فعلا قد تكون متثائبة أو توجد نوعا من الزئير، فالصورة هنا صورة صحيحة. العامل الصوتي هنا لابد أن تكتمل جميع أعضائه، فهنا فعلا المشهد اكتمل بالبطن. بعض الناس يقول الصوت أيضا مرتبط بالبطن، البطن لازم يكون له دور في الصوت. لاحظوا معي هنا في الصورة، تلاحظوا هنا أن هناك قلق، أيضا هناك قلق وتوتر. هذا التوتر وهذا القلق هو نتيجة التوهم بأن هذا الحيوان سيصطدم بالكادر، بأن هذا الحيوان قارب على أن يصطدم بالكادر، فهذه تولد قلق. في العادة لابد للحركة من متنفس، لابد للحركة من متنفس، المتنفس هنا موجود وهذا شيء مطلوب ومهم. النفس البشرية تحب الفضول، في العادة النفس البشرية تحب الفضول، فحين أجلب هذه الصورة ليس هناك حب فضول، بالعكس، بل هناك كتم وحبس للنفس البشرية قبل أن يكون للصورة. لكن هنا لا، هنا في تنفس حتى للبصر حتى للنفس، إلى أين سيذهب، إلى أين سيتجه، فهناك فراغ يبين لك إلى أين سيتجه هذا الحيوان، فالمتنفس هنا هو الصحيح. لاحظوا معي هنا أيضا في المثال أن كوب القهوة جاء جهة اليمين وأتى المتنفس جهة ماذا؟ جهة اليسار.
لماذا أتى المتنفس جهة اليسار؟ لماذا أتى المتنفس جهة اليسار؟ حتى يوهم الشخص أنه يستطيع أن يتناول الكأس بأريحية. يعني أنا كمشاهد، وطبعا هذا يمثل الشخص الأجنبي، الشخص الأجنبي حين يشرب بيساره، فكأن المصور وضعني أمام كرمه، وكأنه يحتفي ويقدم لي قهوة ويستحضر أن أتحرك بيدي وأتناولها. فهذا متنفس، المتنفس هنا متنفس في مكانه الصحيح للدلالة على حركة اليد. إذن المتنفس هنا متنفس للدلالة على حركة اليد باتجاه المقبض. أيضا استطاع المصور أن يستثمر هذا المتنفس في إظهار الضوء والظلال، فأوجد جمالية كبيرة في الصورة، فالصورة جميلة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب لو غيرنا التصور وغيرنا الصورة، هل سيتغير التصور؟ هل سيتغير التصور؟ نعم سيتغير التصور. هذه الصورة تتوافق مع المواطن العربي الذي يرتشف القهوة بأصبعه الأيمن أو بيده اليمنى، فهذا المتنفس مناسب. لكن إذا أردت أن أتكلم عن سؤال، هل المتنفس هناك يشبه المتنفس هنا، أو هل الصورة هناك هي كالصورة هنا، أي الصورتين أجمل، الأولى أو الثانية؟ أنا شخصيا أرى أن هذه الصورة أجمل. النور مجيئه من هنا بهذا الشكل، هذا يشعرني شخصيا أن الوقت وقت الصباح. لكن هنا النور الذي يأتي من جهة اليمين يشعرني أن هذا هو المساء وليس الصباح. وجرت العادة أن تناول القهوة لا يأتي وقت المساء، يأتي في العادة ارتشاف القهوة وقت الصباح. ولذلك هذه الصورة هي الصورة الأصلية، وهي الصورة التي وردت إلينا بأصلها بهذا الشكل، ولذلك أنا أستحسنها على غيرها من الصور. طيب إذا كانت الصورة بهذا المدلول فهي صورة خاطئة. لماذا؟ لأن اليد هنا ليس لها متنفس، اليد أو المقبض، مقبض اليد ليس له متنفس، إذن الصورة خاطئة. ويمكن أن تكون الصورة صحيحة في حال فعلا تركنا المقبض، في حال أنه ما في مقبض ممكن تكون الصورة متساوية وتكون فعلا فيه توسط طبيعي جدا. إذا كان اليمين هنا بدون مقبض واليسار بدون مقبض، أيضا يمكن أن أقول الصورة صحيحة وسليمة وجاءت في الوسط، ما في أي مشكلة.